بدي روح عند الممثلة السورية شكران مرتجى. مساء الخير شكران، ألف حمد لله على سلامتك. بعرف أنك مريضة جدا ولكن أصريت تكوني معنا على الهواء الليلة. شكران تفضلي. مرحبا رجعة. مرحبا شكران. للأسف ما بقدر أقول مساء الخير لأنه لا خير يحمله هذا المساء. للأسف. تحية إليك ولكل الموجودين معك. شكرا لأنك فتحتي هذا المنبر لحتى يسمعوا الناس عطوا العالم مع صوتنا. أرجوكم فكوا الحصار على سوريا، أرجوكم ارفعوا الرقوبات على سوريا. في أطفال، نحن بحاجة أغذية، نحن بحاجة أدوية، نحن بحاجة كل شيء، كل شيء. الحكومة والبلد، الحكومة استنزفت كل ما لديها خلال 12 سنة. الحكومة استنزفت كل ما لديها، والشعب استنزف كل ما لديه، وخاصة الصبر وإحساسه بالعجز في هذه المرحلة لا يوصف، لا يوصف، لا يوصف. نحن ما في غير عم نفقد أهلنا وناسنا. شو بدي اقول لك؟ شو بدي اقول لك؟ يمكن انا كان منحني الله كتب لي العمل لحتى اقدر اكون معك وارفع صوتي. ارجوكم ساعدونا. نحن ما عم نشحت، هذا حقنا الطبيعي كبني ادمين وكبشر وكناس وكسوريين، كبلد ساعدت الجميع. ما كانت الا ابوابها مفتوحه للجميع وهذا واجب. فالرجاء كنا بالحرب اصطفافات سياسيه وضع الارض وين صوتي اللي كانت كلها دمرت البلد. الآن في موضوع إنساني، نكبة إنسانية، كارثة إنسانية. إياكم والاصطفاف يا جماعة، أرجوكم حركوا إنسانيتكم. تبرعوا لو بليرة واحدة، لو بدعاء، بس حسسونا إنكم معنا، حسسونا إنكم معنا لو لمرة واحدة من 12 سنة لهلا. خليكم معنا، نحن بحاجة نلاقي في حدا معنا. نحن 12 سنة ما كان في حدا معنا غير الله سبحانه وتعالى والقلائل القلائل القلائل. بكفي بكفي فلان مع فلان، خلاص خلاص الناس عم تموت. أبطال حتى اللي عم يموتوا بتركيا أغلبهم سوريين، أغلبهم سوريين هربوا من الحرب، هربوا من الحرب. لسه مع فلان، يمكن هذا يكون مع علان وخلاص. ولو ولو يا جماعة ولو إذا بالموت ما كنا إيد واحدة، إنت بتكون إيد واحدة. نحن بحاجة لفيول، نحن بحاجة لأدوية، نحن بحاجة لحليب أطفال، نحن بحاجة لملابس، لغذاء، لماء، لكل شيء تتوقعونه في هذه الدنيا نحن بحاجة له. وأرجوكم الكلمة الطيبة، وحدا يطبطب علينا وعلى وجعنا ويقول لنا نحن معكم لو بالكلام، لو بالكلام. الممثلة اشتوا هذا الوجع بكثير اشكال. ارجوكم ارجوكم. الممثلة شكران مرتجى الإنسانة، وجعك وجعنا. شكراً شكراً مرتجى الممثلة الإنسانة، شكراً لصوتك الموجوع، لوجعك، لصرختك. وجعك هو وجعنا، وإن شاء الله صوتك وصل أكيد بإذن الله.